خلينا نكمل برضو مع حضراتكم. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب ناقش كمان أمس العديد من الملفات المهمة اللي بتخص هنا بقى قطاعات النادي المختلفة، واستعرض المجلس الملف الإنشائي في فرع القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس المقدم من المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للمجلس، اللي قدم عرض تفصيلي لما تم إنجازه من أعمال داخل الفرع اللي بتبلغ مساحته 50 فدان، مؤكدا الانتهاء من 80% من أعمال البنية التحتية اللي بتشمل الأعمال هنا الصرف الصحي، التغذية، الكهرباء، مع البدء كمان في تنفيذ المرحلة الأولى اللي بتضم المبنى الاجتماعي، غرف خلع الملابس وملاعب السلة والطايرة واليد، ملاعب أكاديمية الكرة والمبنى الإداري والموقع العام والأسوار والبوابات، ده كله بتكلفة بلغت 89 مليون جنيه، على أن يتم افتتاح كمان هذه المرحلة في يونيو من العام المقبل. كمان قرر المجلس اعتماد مبلغ وقدره 225 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية بالفرع اللي هتشمل بناء مجمع حمام سباحة كبير لخدمة كل الأعضاء، وكمان قام المجلس باستعراض الملف الإنشائي في مقر الجزيرة وأيضا فرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وتم التأكيد على افتتاح أعمال تطوير بوابة مقر النادي بالجزيرة المطلة على كورنيش النيل يوم 15 من نوفمبر الحالي. أنا مستنية الافتتاح ده ومستنيين إن شاء الله نشوف بوابة جميلة. يعني امبارح كنت معدية من قدام من النادي وفعلا الاعمال ابتدت تحس كده، ابتدى الشكل شويه يبان، بس يعني ان شاء الله تبقى كده يعني بوابه شكلها جميل تليق كمان بالنادي اكيد.